3, 2, 1, action! Lebanon! انت واقفة على المسرح، شو أول شيء إجا على راسك؟ إنه قد إيه اللبنانيين حيكونوا فخورين هلا، يعني كنت عم بتخيل بس كل حدا بورا التي في عم يحضرني قد إيه حيكونوا محمسين، لأنه بعرف اللبنانيين قد إيه بيتحمسوا على كل شيء، إنه وقت يكون في شيء إنجاز أو في حدا عم يمثلهم، قد إيه كلنا بنحس ببعضنا، إنه هذا الشيء بيربطنا كلنا كلبنانيين، بنحس ببعض نحن شو عم نمرق. شو البلانز اللي جايين وكيف رح يكون لبنان والعالم العربي حاضر فيهم كمان؟ كتير فخورة أن أكون هلأ عم مثل مش بس لبنان، الميدل إيست كله بأورجانيزيشن هالقد كبير وهالقد عندها تأثير على العالم. هلأ البلانز أنه أنا حكون موجودة بمس وورلد بكل التريبس اللي هنا موجودين فيها. حيكون في عنا تريبس لكل العالم، عنا وورلد تور، والحمد لله أنه حيكون للبنان محل بهيدا الشيء كله بالعالم. كيف؟ بوجودة أنا، لأنه أنا حكون صوت لبنان وصوت العالم العربي بمس وورلد، وفي كتير قضايا بعد ما حكيت عنها بدي أحكي عنها، وبعد في كتير قصص بدي أعملها للبنان لأنه it's just the beginning ولبنان بيستاهل كتير بعد قصص. كتير مبسوطة أنه رجع حاملة هذا اللقب معي. بس أي لقب أحب على قلبك؟ أكيد مس لبنان، لأنه هو اللي فتح لي بواب كتير، هو كان أول ستيب لأنه آمن أكتر بأحلامي، فكانت ويت إن نرجع بكرة. أنت كيف حابة يكون الاستقبال؟ أنا بكفيني يكون بين أهلي وبس. مين أول شخص هيك عبالك تشوفيه؟ أكيد أمي وبي. أكيد أمي وبي، لأنه كان معي بكل شيء وقتها مس يونيفرس ما عملت بلايسمنت، كان أول حدا بشوفه هو بي، وهلأ كانت ويت إن أشوفه بس طريقة أحلى إنه بالنجاح اللي أنا وصلت له.